خير الكلام قليله إذ أورقا بحروفه آي الكتاب ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع هذه الليلة المباركة هو قول مأثور لخال المؤمنين وأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال: تصدقوا ولا يقولن أحدكم إني مقل، فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني. والمقصود بالمقل هو الذي لا يجد ما ينفق، وهذا لا يمنع. هذه الإشارة وهذا التوجيه من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه توجيه عظيم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يقوم على قيمة العمل إذا كان لله عز وجل، ليس بحجم العمل ولكن بإخلاص النية لله عز وجل فيه. فحتى المقل لا يقول بأني لا أملك شيئا أنفقه، والله عز وجل قد وسع على جميع الناس، وأبواب الخير بحمد الله في هذا الدين أبواب كثيرة لا تحصى عدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64، وفي رواية 74 شعبة، أدنى أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل سهل لا يكلف شيئا، أن يرى الإنسان شيئا قد يصيب المارة، قد يؤذي مرور السيارات، قد يؤذي مرور المشاة، فينزعه حتى لا يتأذى منه الناس، فيشكر الله عز وجل له ذلك، فقد يكون فيه خلاصه وفيه فوزه، فرب عمل يدخل الجنة وهو عمل قليل جدا. وحديث التي المرأة التي سقت الكلب وكانت والعياذ بالله بغيا، فلما رأته يلهث أحست بعطشه فسقته بموقها بخفها، فشكر الله عز وجل لها فغفر لها. فالأعمال أخلصت لله عز وجل مهما كانت صغيرة. كذلك القول المأثور بأن ربما أو رب درهم غلب 100 درهم أو غلب 1000 درهم، الذي ليس له إلا 10 دراهم وينفق درهما واحدا، هذا أفضل من الذي عنده 100,000 درهم ويتصدق 100 درهم، لأن 100 درهم بالنسبة 100,000 لا شيء، لكن الدرهم بالنسبة 10 شيء كبير عند الله عز وجل. ولهذا من أعظم المظاهر التي نراها في المسلمين هؤلاء الخدم والعمال الذين نراهم معنا في المساجد يصلون، فإذا خرجوا من المسجد فبعضهم نراه يتصدق على هؤلاء الفقراء، ولا يقول لنا لا بد أن أكون مثل رب عملي غنيا حتى أنفق، فهذا من وسوسة الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، ولو بشق تمرة، تمرة نصف تمرة، جزء من تمرة يؤجر عليها الإنسان. الشاهد في هذه النصوص الإرشاد إلى العمل، إلى الإيجابية، إلى العمل الصالح. لا يقعدن الإنسان المؤمن لا يكسل ولا يترك العمل وينتظر حتى يكثر ماله أو يكثر تكبر ثروته أو شيء من هذا، بل يغتنم، فما يدري لعل الدرهم يسبقه إلى الجنة إذا أنفقه في سبيل الله عز وجل وهو مقل. فلا يحقرن الإنسان كما جاء في الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الابتسامة في وجه الناس، وكان أيوب السختياني رحمه الله مشهورا بالابتسام في وجوه المسلمين، لأن الابتسام هذا يدخل السرور على الناس. إذا ابتسمت للناس الذي يراك تبتسم تدخل عليه السرور، قد يكون مهموما قد يكون كذا، فيراك تبتسم يعرف أن الدنيا بحمد الله فيها خير. والإيمان إذا وجد الإيمان
فكل شيء يهون ولا يتأثر الإنسان بهذا. فأنفقوا ولا يقولن أحدكم إني مقل، فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني، لأن المقل هو في حاجة إلى الصدقة، لكنه مع ذلك يؤثر غيره بهذه الصدقة وبهذا الإنفاق. وهذا دلالة على إخراج ما في النفس من الشح، وإبعاد الشح من النفس، وصنعة المعروف، من العبارات المؤثرة من أقوال السلف، قولهم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف ليست فقط الصدقة بالمال أو كذا، إعانة الفقير، الشفاعة الحسنة لمن يريد أن يعالج، لمن يريد أن يدرس، لمن يريد خدمة معينة ويستطيع الإنسان حتى في عمله. الموظف إذا سهل معاملات الناس وقصد بذلك وجه الله عز وجل يكون من المخلصين. أنا الآن وأنتم أيها المشاهدون لا ترون خلف هذه الأجهزة التي تصورني في شباب من الصباح 10 ساعات 12 ساعة حتى توصل إليكم هذه الكلمات الطيبة، فنرجو الله عز وجل أن يرزقهم النية الصالحة، وهو عمل عظيم لا يراه إلا الله عز وجل ثم نحن الذين أمامهم، فنرجو الله عز وجل القبول للجميع، ولا نحقرن من العمل شيئا ولو كان مثقال ذرة، شق تمرة، نتصدق بتمرة، نرجو الله عز وجل، إن الله يربي الصدقات ويكثرها ويباركها، فلا يلعبن بنا الشيطان ونترك العمل ونقول لأنه قليل أو هذا لا ينفع، بل نكون إيجابيين كما يقولون الآن في الاصطلاح الحديث، وفاعلين في المجتمع في أوجه الخير. وأوجه الخير من نعمة الله عز وجل أنها كثيرة جدا، والآن الناس يقومون لنا بأوجه كثيرة يسهلون لنا تقديم هذا الخير، فهذه مكاتب للدعوة، وهؤلاء كما ترون هذه القناة المباركة تسهل كذلك وتقدم هذا الخير للناس. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا لفعل الخير ولصنائع المعروف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام قليله إذ أورقا، بحروفه آي الكتاب ربيعا، وسرى بنور حديث خير معلم، وهبت به حكم جرت ينبوعا. هو كالضياء توهجا وهدايا، سكنت معانيه رؤى وضلوعا. هو كالضياء توهجا وهدايا، سكنت معانيه رؤى وضلوعا. خير الكلام قليله إذ أورقاً.